يعني في عجالة شديدة أستعرض أمام حضراتكم أمثلة سريعة لهذه المبادرات. يمكن الأول مثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية. هذه المدارس الهدف منها هو تغيير الصورة النمطية للتقني في مصر، وإنتاج جيل جديد من التقنيين الذين يتلقون تعليما في المرحلة الثانوية من أولى ثانوي إلى ثالثة ثانوي في معامل على أعلى مستوى تقني. كما قلت يقترن هذا بتدريب ميداني في شركات الاتصالات العاملة في مصر، ليخرج الطالب بعد ثلاث سنوات جاهز لسوق العمل قادر على المنافسة فيه. بدأنا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في هذا النموذج بمدرسة واحدة قبل عامين، ثم زدناها إلى ست مدارس في القاهرة والإسكندرية والدقهلية والجيزة والمنيا والسويس. الكلفة الإجمالية الاستثمارية لهذه المدارس الستة 300 مليون جنيه، ولدينا كلفة تشغيلية 300 مليون جنيه كل سنة لهذه المدارس. السادة سيادتك يا فندم، في افتتاح مدارس التكنولوجيا التطبيقية مدرسة مدينة نصر، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بالشيخ زايد، واحدة من أهم المبادرات في مجال بناء القدرات كان جامعة مصر للمعلوماتية. جامعة مصر المعلوماتية هي أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القارة الإفريقية. هذه الجامعة تمنح درجتي البكالوريوس والماجستير بالتعاون مع جامعتين من أرفع الجامعات الأمريكية شأنا في هندسة الحاسبات وعلوم الحاسبات، جامعتي بيردو ومينيسوتا. الجامعة أنشئت في العام الماضي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وفتحت أبوابها في العام الدراسي 21-22. إن شاء الله العام الدراسي المقبل نستقبل المزيد من أبنائنا في هذه الجامعة في العام الثاني لها. لدينا أيضا مبادرة بناة مصر الرقمية التي تستهدف خريجي الكليات المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتمنح درجة الماجستير العملي بالتعاون مع خمس جامعات رفيعة الشأن في الدول المتقدمة كما هو موضح أمام حضراتكم. خرجنا الدفعة الأولى في مارس 2022 واستقبلنا الدفعة الثانية في هذه المبادرة المهمة. أيضا أطلقنا مبادرة أشبال مصر الرقمية لأبنائنا من طلبة المدارس في المرحلة الإعدادية والثانوية بالتعاون مع باقة يعني الحقيقة من الشركات العالمية العملاقة المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما قلت نتعاون معها في تصميم المناهج وتقنيات التدريس. كذلك لدينا مبادرات متعددة لمهارات العمل الحر التي ذكرتها، مبادرة مستقبلنا رقمي شغلك من بيتك. لدينا مهارات تقنية متعمقة في بعض تخصصات تكنولوجيا المعلومات كدبلوم الذكاء الاصطناعي مع جامعة إبيتا الفرنسية. كذلك مبادرات تدريب عملي كمبادرة شباب العاصمة الإدارية الجديد.